شكرا معكم الاستاذ حي من مؤسسه التا سكول تتم لتطبيق طبعا الجداء السلالي. اليوم الكفاءه المستهدفه وهذا درس خاص بالسنه الثانيه الرياضي، الكفاءه المستهدفه تاعنا هي حصه اعمال موجهه وتطبيقات. الان ساحاول من خلال حصه اعمال موجهه ان نبرهن بعض القوانين باستعمال الجداء طبعا السلالي. إذا عندنا دائرة نعتبر نقطتين أب من الدائرة المثلثية التي مركزها أو حيث الزاوية بين إي أو أ سميناها أ بين إي أو بي سميناها ب. مركبة الشعاع أو أ حسب الدائرة المثلثية هي كوسينوس أ وسينوس أ، بينما الشعاع أو بي أمامكم سي كوسينوس بي وسينوس بي. الجداء السلمي ماذا يسمى؟ او بي الجداء السلمي للشعاعين او بي او ا، نعلم هو او ا في او بي ويساوي في كوس الزاويه بينهما حسب الدائره المثلثيه، معناتها طول او ا يساوي واحد، الطول او بي يساوي واحد، بينما الزاويه المحصوره بين هذين الشعاعين هي امامكم، هي هذه الزاويه هي بين اي والاو ا والاي والشعاع او بي سوف نجد هي عباره عن ماذا؟ ا و ب. اذا الجداء السلمي قلنا ماذا يساوي؟ طول او اف طول او بي في الكوسينوس الزاويه بينهما، لكن قلنا هذا واحد وهذا واحد والزاويه هي ا و ب، لهذا كتبنا اذا الجداء السلمي للشعاعين او ا او بي هو كوسينوس ا و ب. من جهة أخرى، إذا صحيح خلاص وجدنا الأولى، لكن من جهة أخرى الجداء السلمي للشعاعين أو أ أو بي، يمكننا نعرفوا دائما المركبة الأولى في المركبة الأولى، زائد المركبة الثانية في المركبة الثانية، من العلاقة، عمودي الأخرى، سبحان الله، إذا من العلاقة اللي أمامكم الآن، المركبة الأولى، المركبة الثانية، ومنه سوف نجد أن الجداء السلمي أو أ أو بي هو كوسينوس أ كوسينوس بي زائد سينوس أ سينوس بي، ومن العاملة الأولى والثانية سوف نجد أن كوسينوس أ موان بي سي كوسينوس أ كوسينوس بي زائد سينوس أ وسينوس بي. الآن وجدنا كوسينوس تاع ا موان بي، الان لو تكون هنا زائد فقط سنكتب ا موان بي ونطبق الخاصيه الاولى، تولي لنا كوسينوس تاع ا في كوسينوس تاع موان بي زائد حسب العلاقه الاولى، لكن نعرف ان جي تمام داله زوجيه وهذه داله فرديه، سوف نجد كوسينوس ا كوسينوس بي ناقص سينوس ا وسينوس بي. هذه العلاقة الثانية. الآن ثالثا كذلك بنفس من دائما من الأولى نبحث عن سينوس تاع أ بلس بي، هنا يساوي دائما كوسينوس تاع بي سيغ دو ناقص هذه الكتابة، أجزئ هذه العبارة تولينا بي سيغ دو موان أ ناقص بي، وأطبق الخاصية الأولى تولينا جايب تمام تاع الزاوية الأولى في الكوسينوس تاع بي زائد سينوس تاع بي سيغ دو موان أ سينوس تاع بي، وسوف نجد هذه الكتابة تصبح سينوس أ وهذه كوس بي، هذه قلنا تصبح ثاني كوسينوس أ في سينوس بي، وسنجد هذه العلاقة. الآن بنفس الطريقة عندما نقول هذه الكتابة بنفس الكتابة سنجد ونطبق الخواص تاعنا، وبالتالي سنجد سينوس أ موان بي هي اللي كتب أمامكم. من هذو الأربعة اللي جبتهم غادي نكتب لكم خلاصة، ما هي هذه الخلاصة؟ إذا من أجل كل عددين حقيقيين أ و ب لدينا، لاحظوا معي، والكوسينوس تاع أ موان ب، كوسينوس تاع أ بلس ب، سينوس تاع أ بلس ب، وسينوس تاع أ موان ب، الأربعة. الآن من خلال هذه النتائج، باستعمال هذه النتائج سوف نجد ما يلي، لاحظوا معي. لو وضعت في رقم 2 أ و ب كلاهما يساوي ألفا، سأجد هنا ماذا؟ كوسينوس 2 ألفا، هنا ستصبح
كوس كاري لألفا ناقص سين كاري لألفا. الآن في الأولى لو أعود هذه نحن نعلم أن سينس كاري ألفا هو واحد ناقص كوس كاري تا ألفا، سنجد هذه الكتابة. أما إذا عوضنا كوسينس كاري تا ألفا بأن موان سينس كاري تا ألفا سنجد الكتابة الثانية. إذا سوف نحصل على ما يلي. إذا من أجل كل ألفا من أن كوسينس كاري ألفا سي واحد زائد كوس 2 ألفا على 2 جبناها من العلاقة السابقة. كذلك هذه بينما الثالثة لاحظوا معي لاحظوا معي هذه الكتابة هنا سينس A بلس B. لو وضعت A يساوي B كلاهما يساوي A و B كلاهما يساوي ألفا سأجد أن سينس 2 ألفا تساوي هذه تولي مرتين 2 سينس ألفا كوسينس ألفا. إذا هذه العلاقة نخدم بها كثير كثير، مثلا تطبيق عددي أوجد القيمة المضبوطة لكل من كوس بي على 12 وسينوس بي على 12. الحل لدينا كوس كاري تاع بي على 12 تساوي 1 زائد كوسينوس بي على 6 على 2 وتساوي 1 بناء على أن كوس بي على 6 موجود 3 على 2 أعاود وسأجد هذه الكتابة. لدينا بي على 12 زاوية تقع في الربع الأول وبالتالي الكوسينوس تاع بي على 12 يكون موجب تماما ومنه سأجد أن كوسينوس بي على 12 يساوي إلى هذه الكتابة. بالنسبة سينوس كاري بي على 12 هي 1 ناقص كوسينوس بي على 6 وتساوي 1 ناقص جذر 3 على 2 كاين 1 سنجد 2 ناقص جذر 3 على 4. بنفس الطريقة بي على 12 زاوية تقع في الربع الأول وبالتالي سينوس تاع بي على 12 موجب تماما ومنه سينوس بي على 12 يساوي إلى الجذر التربيعي 2 على جذر 3 على 2. تمرين آخر كيف لنحل في المعادلة الآتية؟ لاحظوا معي هنا لدينا جذر 3 كوسينوس إكس زائد سينوس إكس يساوي 1. هنا بالقسمة على 2 سوف أجد هذه الكتابة. لاحظوا معي كوس بي على 6 ماذا يساوي؟ جذر 3 على 2 وسينوس بي على 6 يساوي نص. سأعوض هذه الكتابة بكوسينوس بي على 6 والنص باش بسينوس بي على 6. ومنه المعادلة تصبح أمامكم وهذه حسب ما استنتجناه تصبح ماذا هذه المعادلة؟ تصبح كوسينوس إكس ناقص بي على 6 تساوي نص. من جهة أخرى النص نجم عوضها بماذا؟ كوس بي على 3 ومنه سنحصل على المعادلة كوسينوس إكس موان بي على 6 تساوي كوس بي على 3 ومنه نعلم حسب ما شفناه سابقا لتولي x ناقص بي على 6 تساوي بي على 3 بلس 2 كابي او x ناقص بي على 3 تساوي ناقص بي على 3 بلس 2 كابي. ومنه x تساوي في الاولى بي على 2 بلس 2 كابي او x تساوي موان بي على 6 بلس 2 كابي حيث كا ينتمي الى زر. ما تنسوش تكتبوا الحلول ضمن المجال. هي الأولى عطاتنا بي سور 2 بلس 2 كابي حيث كانت مزال اتحاد المجموعة الثانية اللي هي ناقص بي على 6 بلس 2 كابي حيث كانت مزال. تمرين آخر ودائما كتطبيقات للجدار السوداني قالنا أ بي سي متمد في المستند حيث أ بي يساوي 2 و أ سي تساوي 3 والجدار السوداني للشعاعين أ بي و أ سي يساوي 3. بين ان المثلث قائم المثلث ا بي سي طبعا قائم في النقطه ب. الحل لدينا بالفرض الجدار السلمي ا بي ا سي يساوي 4 الجدار السلمي للشعاعين ا بي ا سي يساوي 4 ولدينا بي سي كاري. لو كان نكتب هنا باستعمال علاقه شارل شعاع بي ا زائد شعاع ا سي كل تربيع تساوي المربع الاول زائد المربع الثاني زائد الضعف الاول في الثاني. هنا ساحصل على الجدار السلمي لاحظوا معي وهنا الشعاع بي ا غادي نعوضوه بناقص شعاع ا بي وعندي الجدار السلمي ا بي ا سي بالفرض هو 4 اذا تولي لي هنا ناقص 8 واذا نعاود هنا ا بي كاري هي 4 ا سي كاري 9 وهنا تولي لنا ناقص 2 في 4 اللي هي 8 ساجد 4 و 9
طلتاش لا 8 الى 5 ومن طول بي سي جذر 5. اذا لاحظنا الاطوال الان عندنا في المثلث الاضلاع 3، نلاحظ ان ا بي كاري اللي هو 4 وبي سي كاري اللي هو لقيناه الان جذر 5 تولي 5 تولي 9، ولدينا ا سي كاري 9، معناته المثلث هنا ا بي سي كاري بلس بي سي كاري تساوي ماذا؟ ا سي كاري، معناها المثلث ا بي سي قائم في النقطه ب. انظر الشكل الان امامكم، انظر الشكل، احنا عندنا هذا كان ا بي هو كم كان؟ 2، ا سي كان 3، الان وجدنا ا بي سي كم؟ بي سي جذر 5، تلاحظوا جذر 5 كيربوها تصبح 5، 2 كيربوها 4، وهنا 9، تلاحظوا الربعة والخمسة 9، والمثلث أكيد سيكون قائم في النقطة ب. تمرين آخر ودائما تطبيقات للجدار السلالي، ا بي سي دي متوازي أضلاع فيه ها ا بي قلنا متوازي الطول ا بي 4 ا سي يساوي 7 و ا دي يساوي 5. المطلوب منا سؤالين، احسب الجدار السلمي لشعاع ا بي و ا دي، بعد ذلك استنتج الطول بي دي. لاحظوا معي في الحل، هو طلب مني دائما الجدار السلمي ا بي فوا الشعاعين، الجدار السلمي لشعاع ا بي ا دي. ا سي كاري ماذا تساوي؟ دائما باستعمال علاقة شرط هي الشعاع ا بي زائد الشعاع بي سي للتربيع، وتساوي مربع الاول زائد مربع الثاني زائد دافع الاول في الثاني. لاحظوا هنا، هنا بدل الشعاع، تلاحظوا الشعاع بي سي ماذا كتبت؟ شوفوا في الرسم الشعاع بي سي ماذا كتبت؟ بدل الشعاع بي سي كتبت الشعاع ا دي لانه متوازي اضلاع. إذا لهذا تولي ا بي كاري زائد ا دي كاري زائد 2 ا بي الجدار السلمي لشعاعين ا بي ا دي. ومنه قلنا ا سي بالفرد كانت 7، دونك ا سي كاري 49. كان عندنا ا بي كم؟ ا بي كان الشعاع كان 4 تولي، إذا ا بي كان تساوي 4 تولي 16، تولي 16. وكان عندنا الشعاع ا دي 5 للتربيع تولي 25 زائد 2 ا بي في ا دي، وتصبح ماذا؟ تصبح لنا هنا 49، هنا تولي 16 و 25 41، معناتها تولي 2 الجدار السلمي ا بي فو ا دي يساوي 8، معناته الجدار السلمي للشعاعين ا بي ا دي تساوي الى نعاود نعاود مشيتي للاول كنا في ثانيا رحت النهار. اذا نعاود الحل من جديد. اذا حنا قلنا ا بي سي متوازي اضلاع في ا بي يساوي 4 ا دي يساوي 5 ا سي تساوي 7، واحسب الجدار السلمي للشعاعين ا بي ا دي. ثانيا استنتج الطول بي. إذا في الرسم عندنا هنا ا بي هو قلنا 4 ا سي هو 7 و ا دي 5. أولا الجدار هنا لدينا ا سي كاري حسب هنا باستعمال علاقة شارل الشعاع ا بي بلس الشعاع بي سي للتربيع، بدل الشعاع بي سي سنكتب الشعاع ا دي. لماذا؟ بي سي و ا دي هذا متوازي أضلاع، وتساوي مربع الأول زائد مربع الثاني زائد 2 مرة 2 في الجدار السلمي للشعاعين ا بي ا دي. لاحظوا معي هنا ا بي ا سي للتربيع، قلنا ا سي للتربيع كم كانت هنا الكتابة؟ ا سي للتربيع 49، ا سي وهنا الشعاع الثاني ا بي كاري 16 و ا دي كاري 25، هذا المجموع غادي يولي 41 وهنا 49. إذا سأجد أن جوج مرات الجدار السلمي ل 2 في الجدار السلمي تاع ا بي ا دي يساوي 8، ومنه الجدار السلمي للشعاعين ا بي ا دي يساوي 4. ثانيا طلب مني ايجاد بي دي كاري، طول بي دي عفوا، بي دي كاري يساوي دائما باستعمال علاقه شارل تساوي بي ا زائد ا دي للتربيع مربع الاول زائد مربع الثاني زائد 2 في الجدار السلمي للشعاعين بي ا ا دي. هنا تساوي ا بي كاري
بلس ا دي كاري. هنا بدل الشعاع بي ا ساكتب ناقص ا بي وساجد هذه الكتابه. ا بي كاري هي 16، ا دي كاري 25، وهنا تولي ناقص 8، اذا غادي تولي لنا 41 ناقص 8 33، هذا بي دي كاري 33، معناته بي دي شيء يساوي الى جذر 33. بهذا اقول قولي واستغفر الله لي ولكم، وشكرا والى اللقاء في الحصه القادمه.